فقرتنا الأولى سلمى مثل ما حكينا بالمقدمة الفقرة الطبية اللي رح نحكي فيها عن موضوع كثير مهم، وللأسف اليوم بهذا الطقس وبتبدلات الجو حالة حساسية مفرطة عند الأطفال مع اختلاف الأعراض، سواء من عطاس أو حتى سعال، حكة بالجلد، احمرار بالعين وغيرها، وكثير من التفاصيل اللي ممكن تمنعهم للأطفال من ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. شو هي طرق العلاج أو حتى الوقاية سلمى رح نحكي عنها اليوم بالتفصيل. أكيد فرح، ومثل ما قلتي يعني كل شيء رح نحكي عنه قلتيه بالمقدمة، ولهيك خلينا نرحب بضيفنا اللي رح يحكي معنا بالتفصيل ويجاوبنا عن هاي الأسئلة مع ضيفنا الدكتور قصي الزير اختصاصي أطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم الحساسية المفرطة عند الأطفال، خلينا نعرف شو تفاصيلها وكيف نحن نلمس الأعراض. هلأ الحساسية الجسم هو نوع من الاضطراب المناعي بيحاول يقاوم شيء بيعتبره غريب دخل على الجسم، أليرجي، شيء بيحسس بيعمل أليرجي، فالجهاز المناعي هون بيحاول يعترض له أو يقاومه، فبتظهر الأعراض التحسسية يلي ممكن تكون مثل ما تفضلتي في بداية الكلام طرق تنفسية علوية، إن كان أنف ولا عين ولا حنجرة ولا قصبات، وممكن تكون جلدية، ممكن تكون هضمية، أعراض هضمية، يعني تختلف الأعراض بحسب هالمكون يلي دخل على الجسم يلي عمل نوع من الحساسية يلي أثرت على الجهاز المناعي والطرب، مما أدى لظهور الأعراض السريرية. أكيد. طب دكتور خلينا نتعرف أكثر شوي، اليوم كتير أشخاص بنعرف إنه الحساسية ما إلها سن، يعني في أشخاص مثلا كبار بالسن بينصابوا بالحساسية. صحيح. هل هذا الشيء بينطبق على الأطفال أو لا؟ نحن بالأطفال فينا مثلا تظهر أعراض معينة قبل بوقت معين نعرف إنه الطفل ممكن يتعرض، هل في شيء له علاقة مثلا بأمراض موجودة عند الأب والأم؟ هلأ هو مرض وراثي، الحساسية عبارة عن شيء وراثي كمكونات، لكن ممكن انت تاكلي اكله معينه وما صار عندك حساسيه بعمر فورة. معين ممكن يصير جسمك عنده حساسيه من هالماده هي، يعني ممكن انه البيض يتناول الطفل البيض لفتره بعدين تظهر عنده الحساسيه، ممكن الحليب، ممكن كثير من بعض الاطعمه، السمك ما شابه المحار، السمك، أكلات معينة ممكن الطفل يكون أو الكبير ما عنده أي نوع من الحساسية، بلحظة معينة تظهر عنده الأعراض، جسم اعتبرها غريب وهي من المؤرجات من المحسسات هالشي هذا. هلأ اختلاف البيئة، اختلاف الجو خلى الحساسية نشوفها أكثر من قبل، يعني ممكن الحضارة، ممكن يعني صوبية الحطب مثلا بتعمل حساسية بسبب عدم استطاعة الجهاز التنفسي عند من يشم هذه الرائحة انه يعني تستمر الجهاز التنفسي بالعمل الصحيح، فبيؤدي لتشنج قصبي، ممكن يؤدي لارتفاع بالسي او 2، ممكن يؤدي الى زيادة إفراز الأغشية المخاطية القصبية للمادة المخاطية، مما يؤدي لإنسدادها، للسعال، للأعراض الحساسية. الدخان سابقا ما كان كتير، يعني هلأ صاير تسلية أو أكثر متعة عند الأشخاص هي الدخان والأرجيلة، فإذا في مؤرجات زادت بالمجتمع وهذا الشيء عم يأثر على الجهاز المناعي عند الأطفال والكبار ويؤدي إلى ظهور أعراض تحسسية، يعني كنا سابقا ما نشوفها صرنا عم نشوفها أكثر. النظام الغذائي اختلف، تكون الإنسان شوي بالجهاز المناعي تبعه ضعيف، فلذلك ممكن زادت حدية التحسس والتأثر بالمواد أكثر من أول عند الأطفال، ممكن بالسن اليافعين أو بسن الكبار، فلذلك ممكن نشوف كثير نوع من أنواع الحساسية، ومثل ما تفضلت الجهاز التنفسي العلوي، التعرض للغبار الطلع أو للغبار أو للروائح ممكن يصير دمع عيونه، حساسية بالملتحمة، ممكن
الأنف يضل سائل أو سيلان بالأنف، الأغشية المخاطية تبع الأنف ممكن لا تقاوم النوع المؤرج المحسس، فبصير في وزمة بالأغشية المخاطية وبصير سيلان بالأنف، ممكن التهاب حنجرة صرصري بنسميه عند الأطفال أو تحسسي. وممكن الأكثر يلي كثير بيقولوا إنه نوب ربوية، تشنج القصبات وزيادة بالسعال وضيق النفس عند الأطفال أو الكبار بسبب مؤرج معين، وهذا الشيء بيعطي أعراض زلة تنفسية وأعراض تنفسية بتختلف من شخص لآخر بحسب الجهاز المناعي تبعه، بحسب بنية الشخص، بحسب الغذاء تبعه، بحسب حتى الهيكل التشريحي للجهاز التنفسي يلي ممكن يؤدي لظهور هالأعراض هاي، أو بتختلف من شخص لآخر. التسممات الغذائية ببعض المواد الغذائية، ممكن نكون على وجبة طعامية بتلاقي اثنين أو واحد تحسس وقد يصل إلى المشفى من مادة غذائية أكلها، فهون كمان ممكن تعطي أعراض هضمية، سمية، إن كانت إسهالات ولا تطبل بطن ولا سوء هضم ولا أعراض أخرى. الحساسية الدوائية كمان ممكن التسممات الدوائية تؤثر. التحسس الجلدي ما حكينا عليه، ممكن كتير بعض الأعراض التحسسية تظهر بأعراض جلدية قد تكون نقطية أو قد تكون بقعية كبيرة مع حكة، مع يعني زيادة بيقولوا نفر على جسمه، كل جسمه بقع وتحسس. نحن أكثر شيء بنخاف من التحسس الصدمات التحسسية إن كانت قوية أن تؤثر على العضلة القلبية أو الأجهزة، إن كان الدماغ ولا العضلة القلبية، وتؤثر هون أعراض الحساسية الشديدة يلي ممكن نحتاج أيام لعناية مشددة حتى نعالج هالحساسية هاي، أو لي ممكن يرتاح بإبر كورتيزونية معينة بيحددها الطبيب المعالج. نعم دكتور، يعني كثير من الأمهات والأهالي بيخافوا من نوع من الحساسية على اختلاف أنواعها، شو درجة الخطورة يلي ممكن يوصلها الطفل يلي بيعاني من الحساسية سواء بدرجات العادية أو حتى الحساسية المفرطة؟ نحن دائما الأهل يعني ابنهم هو حياتهم، فدائما لازم نحاول إذا بنعرف إنه ابننا بيتحسس لازم نعرف شو المادة اللي بيتحسس منها ونبعده عنها. فإن كانت مادة غذائية، إن كان بيض ولا حليب، بنعوضه بأنواع أخرى غذائية مشان ما نقول إنه والله هدول بيعطوا كلس لازم ياخذوا، لا، في كتير أنواع بتعطي نفس الفائدة الغذائية وبنبعده عنهم ولو لفترات. في بعض المواد بتحسسك لفترات وبعد فترات الجسم برد، الجهاز المناعي ممكن يضبط أموره، لو أكلها مرة ثانية ممكن يوقف الحساسية، لكن قد تأخذ لأشهر أو لسنوات حتى يضبط الجهاز المناعي من جديد وما بقى يتحسس من هالمادة. إذن المادة الغذائية اللي بنعرف إنه ابننا بيتحسس منها نبعده عنها. الجو لازم نحن بفترة الشتاء إن كان أو بفترة الربيع، ابننا إذا بيتحسس من الدخان أو من صوبية الحطب أو من شيء نبعده أو نحاول نوجد جو نظيف للطفل حتى نخفف من الحساسية يلي قد تكون هي أحد أسبابها الشديدة. يعني تهوية البيت جدا مفيدة، العت بتعرفي بالفرشات ممكن يكون خاصة بأجواء البيوت الرطبة وما أنا مدفاية بالشكل المنيح وما بتدخل للشمس بالشكل الأمثل. بعض الأنواع الألبسة يلي ممكن إذا اشتريناها لابننا ننتقي ألبسة قطنية سالبة الشحنة الكهربائية، هي يعني بالدول المتقدمة أو بالمصانع الملابس إن كانت للكبار أو للصغار كتير بيعنوا لها انتباه. الشاردة الكهربائية لازم تكون سالبة لأنه كمان بتأثر على الجهاز المناعي الجلدي. لازم نشتري إذن حتى الملابس، ندير بالنا نلبس ملابس قطنية مصنعة من قطن أفضل من البوليستر أو بعض المواد الصناعية الأخرى. ودائما إذن الطعام والجو والألبسة هي أهم ما نستطيع أن نقي أطفالنا من نوب الحساسية الشديدة.
هلا كل ام اكيد او اب عنده ارق اذا ابنه عنده نوع من الحساسيه، وبراجعنا كثير بالعيادات تحسس جلدي شديد ممكن بسبب استخدام عند الاطفال الرضع نوع من الفوط قد تكون غير صحيه، يعني ما فيها المواد الصحيه اللازمه، فبتلاقي الاكزيما التحسسيه او الالتهاب الحفاظ كمان منعاني فيها عند الاطفال، ومن ثم انتشار التحسس الى باقي بقاع الجسم ببقعي او التهابي او اكزيما او ما شابه ذلك. هذا الشيء كمان لازم احنا نعالجه بالطريقه المسلكه اطباء. اصعب الشيء هو الحساسيه الصدريه والتحسس الجهازي يلي ممكن انه يؤدي لاختلاطات غير محبزة عند الطفل بينصاب بهالحساسية. مثل شو دكتور هاي الاختلاطات؟ من الربو، من تأذي أو تأثر العضلة القلبية أو الجهاز الدوراني من الحساسية، بيصير تسرع بالقلب، ممكن اضطرابات بالنظم، ممكن يعني اضطرابات هي دورانية نحن بنسميها، ممكن بعض الأدوية أو بعض التحسسات حتى تعمل سمية دماغية تؤثر على الجهاز العصبي، بصير صدمة من النوم، اضطرابات بالحركات، ممكن اضطرابات بالرؤية. هي الحالات الشديدة يلي نحن بنتمنى ما نشوفها. الربو أو التحسس القصبي، ما بدي أنا ما بحب كلمة ربو صراحة، لأنه أكثر الناس صارت عم تتحسس من الشغلات الغير طبيعية الموجودة بالجو اللي ما كان متعود عليها لا الأطفال ولا الكبار، إن كان من إغلاق المنزل بروائح الدخان والأراجيل، أو استخدام صوبيات حطب غير نظامية ضمن المنازل، هذا عم يعمل نوع من الحساسية القصبية. براجعنا الأطفال والكبار بسعال منتج لقشع بحسب عمر الطفل وجهاز التشريحي تبعه، ممكن يجي بزلة شديدة، وزيز، صعوبة تنفس، نقص أكسجين، اضطرابات، يعني تلاقي الطفل منهك واضطراب ما في عم ياخد أكسجين، أكتريتهم بيحتاجوا لمعالجة إرزازية ضمن المشافي، وممكن لزيادة تحسين الأكسجين لفترات من الزمن كم يوم قد يكون مكوسه ضمن المشفى، وبعض منهم بيحتاج لمعالجات كورتيزونية، أو بعض منهم الحساسيات الشديدة والمؤثرة على الأجهزة ممكن نعطي نوع من الاي في اي جي، النوع من الجلوبولينات المناعية يلي بتأدي لتنظيم الجهاز المناعي بالشكل السليم حتى يوقف هالنوب الحساسية. هي بأمراض جهازية كبيرة قد تؤثر على الكلية أو قد تؤثر على مثل ما قلت لك على أجهزة الجسم، فهم نهجم بأدوية كورتيزونية وأدوية جلوبولينات مناعية وأدوية حديثة حتى نوقف هالنوبة التحسسية يلي قد تؤثر على حياة من يصاب فيها. أكيد. طب دكتور، كتير بنسمع أنه في أطفال صغار بيكونوا مصابين بأنواع من أنواع الحساسية الصدرية أو الربو، بينوصف لهم أنه يغيروا البيئة، مثلاً ينتقلوا لمكان أدفى، يغيروا طبيعة الإقامة تبعيتهم، بالتالي هذا الشيء بيخفف من الحساسية عندهم. هل يعتبر بس أنه نحن نعزلهم عن الأسباب هو جزء مهم من العلاج، ولا لا لازم أغلب الحالات يكون في علاج دوائي أيضاً مصاحب؟ هلأ إذا كان في هناك أعراض سريرية بده علاج دوائي، نعطي علاجات دوائية، وبده حكمة شديدة بإعطاء العلاج وليست بهوجائية، بده حكيم أطفال يعالج هالنوع من الحساسية بخطط علاجية قد ما فينا منخفف من التأثيرات الجانبية للأدوية إن كانت مضادات الحساسية. بعض منا له تأثيراته الجانبية طويلة الأمد، بعض منا بتؤدي لتساقط شعر، بعض منا بتؤدي لاضطرابات جلدية، بعض منا بتؤدي لاضطرابات كلوية بالهذا. فإذا حكيم الأطفال بده ينتقي الدواء المناسب للحالة التحسسية الموجودة. هلأ لسنا بهاجس وفرة حتى نقول لواحد والله بيتك بالمكان الفلاني يروح يقلبوا على مكان، يعني الناس الله يعينها، لكن نحن علينا انه بيت نعمله بجو نظيف. يعني بتلاقي عيلة قاعدة بغرفة
والاب بدخن والام بتدخن، بيجي الولد مخنوق بتحدق بدخن يعني بالبيت، بساليهم طلع الام بالاب، لا يعني مو بس يناموا، شو الدخان اذا نامت نام الطفل ما عاد ياثر عليه، يعني يعني بيحاولوا يبرروا متعتهم يلي هي الدخان او الارجيله لو ضرر للطفل بكلام غير 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 منطقي. هذا الطفل خلاص ليل ولا نهار، بالعكس بالليل بده جو انظف لانه الاجهزه بتتاثر اكثر. فلذلك بنقول له هالسيجاره هالمتعه كرمال ابنك وصحه ابنك فلذه كبدك، بتمنى انه بلاها، بيقول لك انا بيجي باليوم هالساعه بدي ادخن هالسيجاره، يعني بتصير في نوع من الـ يعني الـ شويه الخلاف بين الطبيب والعائله، وكانه لصالح الطبيب اذا الاهل ما دخنوا بالبيت، لا هو لصالح الطفل. حب الطبيب للطفل وحبه لينهي له المشكله بيحاول يعلم الاهل انه بلا هالروائح يلي خاصه بفصل الشتاء يلي مضطرين اذا خفت مصادر التدفئه انه نسكر الشبابيك ونحبس الجو حتى ما نضطر للتدفئه اذا ما انا موجوده عندنا وسائل التدفئه. فاذا الاهل لازم يديروا بالهم من هالنواحي قبل ما اقول لهم اول من منطقه لمنطقه من بيتك. نهوي البيت بالشكل السليم وخاصه البيوت الرطبه. نعرض الفرشات لاشعه الشمس، وبلادنا بلاد شمس، يعني صحيح في شتويه لكن ليكو هلا الجو جميل وفي شمس. العت بالفراش له كثير اثار بالحساسيه عند الاطفال. الغبار الموجود بالفرشه ولا بالاحرام له اثار كثير شديده عند الاطفال. لازم يعني نحن نعمل الوقايه اللي نستطيع فيها بدون ما ناثر على قدرتنا الماليه او شيء، او نفكر بامور ماليه. ابننا عنده حساسيه من غبار الطلع، ما بحاول طلعه بفصل الربيع على الحدائق اللي فيها اشجار قد تؤدي الى غبار الطلع بيزيد من النوبه التحسسيه عند الطفل. بفصل الربيع نداري ابنائنا بهالشيء هذا. في بعض الاطفال حتى الجهد الركض وما شابه ذلك ممكن يصير النوبة التحسسية الربوية، هون بقى كمان منحدد من حركة الطفل. وممكن نحن بعض الأدوية أنه نعطيها بخاخات الربوية تستخدم شوي، أنا قلي تحفظ لأنه عم تستخدم على الطالع والنازلة، بيكون في عندي طفل عنده التهاب قصبات أو التهاب قصيبات شعرية وموحة، يعني هذا سببه فيروسي، فورا بنكون نزلنا فيه ببخاخات أو أدوية شديدة. لا، نكون حكيمين، نتعامل مع عالم الطفولة بالشكل السليم. كلمة الربو ما نقولها إلا بدقة، لأنه كلمة رح تستمر مع حياة هالطفل لحتى يكبر أنه هذا معه ربو أو هي معه ربو، وهذا الشيء ممكن يؤثر على سلوكية الحياة والتعامل مع المجتمع. فدائما حكمة الطبيب بالتشخيص الحقيقي، هل هي حالة إنتانية؟ هل هي نوع من الفيروسات الموجودة حالياً والتي تؤدي إلى التشنج القصبي ونوع من أنواع يعني شبيهة بما بالتحسس القصبي اللي يسمى عند الأطفال الصغار بنواب الربوية، يلي هي بتخف مثل ما قلنا بأعمار فوق الخمس سنوات، لأنه الجهاز المناعي بيقوى أكثر، وبصير إذا كان بيتحسس من هالمادة ممكن ما عاد يتحسس. الجهاز المناعي عند الأطفال ضعيف عند الأطفال وعند كبار السن، فلذلك يعني بيركلج حاله عند الأطفال عند كبار السن للأسف، لا كل ماله بتدهور من أكثر لأكثر. فلذلك دائما نحن بنقول البيت الصحي السليم، الأهل يلي بيعتنوا بأطفالهم بزيت القلي مثلا، بس بدي أقلي بدي حاول كمان ما أغلق البيت، أو حاول بفترات معينة بالشتوية بلا هالزيت القلي، روائح الكلور الفلاش يلي بتأثر حتى على سيدة المنزل بالحساسية وبتأثيرات واختلاطات كتير ممكن تؤثر على صحة من يستخدمها. المواد الكيماوية، الأطعمة الطيبة الممكن أنه تكون مصنعة بآلية معينة تؤدي إلى نوع من الحساسية عند الأطفال. إذن كتير هاجس الحساسية هو عالم كتير كبير، ما بدنا يعني هذا، لكن نعطي بالعموميات أنه ندير بالنا على صحة أطفالنا.
في بعض منهم بيقول لك في فحوص نعرف شو المادة اللي بيتحسس منها. ممكن الأطعمة قلنا نحن بالتجربة مع الأهل هي الأكلة وهي الأكلة اللي بتحسس منها نقيمة. أما الغبار وأنواعه في هناك أبر، لكن هي مثلا لدول تانية بحسب المواد الموجودة بالدول التانية ممكن يعني ما تفيد مناطقنا، لكن ممكن تعطينا أنه حساسية من غبار الطلع، من هالمادة القمح، من كذا. فيعني هي كمان ممكن تربية الحيوانات ضمن المنزل يعني كمان بتعطي حساسية من وبر الحيوان، غير الأمراض الأخرى اللي عم نشوفها يعني بحياتنا العملية، من الأكياس المائية يلي ممكن تؤثر على صحة واختلاطات الطفل، أكياس مائية بالصدر، بالدماغ، بالكبد، بالجسم، وهي اختلاطاتها خطيرة جدا على صحة الأطفال. وبيقول لك أنه أخذ حبة نفس وأخذ إبرة نفس، إذا كانت البيوت صغيرة المساحة يعني الحيوانات قد تكون مؤثرة وضارة للأطفال وللكبار، من أمراض التحسس يلي قلنا عنه من الوبر تبعه، أو حتى بعض الأيام تحوي على فيروسات وطفيليات بيراجعنا الأطفال بأمراض غير الحساسية، كمان مصابة بجرب خاص بهالحيوانات هاي. فدائما كمان إذا بدنا نربي حيوانات تكون في عنا حدائق لها وليس بالمنازل الصغيرة يلي تؤثر كمان بحساسية عند الأطفال. سؤال دكتور يمكن بيخطر على ذهن كثير من الناس، انه اليوم يمكن اي علاج ان كان بالحساسيه التنفسيه او الحساسيه الغذائيه او غيره من انواع الحساسيه بيرافقه دائما نوع من الغذاء ممكن يعرضه الطبيب على الاهل بالتزامن مع العلاج الدوائي. برايك بالحساسيه الصدريه تحديدا له علاقه بالغذاء دكتور؟ اكيد. هلا في كثير ايام قلت لك ممكن إذا أكلت أو تناولت مادة مؤرجة إن كانت غذائية أو دوائية أعراضها ليست فقط هضمية، ممكن تؤثر تؤدي إلى تشنج بالقصبات وتؤثر على العضلة القلبية وتؤثر على الدماغ. ففي بعض الأحيان التسممات الغذائية تؤدي إلى أعراض جهازية كاملة، جلدية على قلبية على دماغية على صدرية، تشنج قصبي. فكتير نحن من الأحيان منقول إنه المادة الغذائية المؤثرة على صحة الطفل منفضل نبتعد عنها. هلأ الحساسية للجلوتين، الجلوتين هي نوع اللي بيحويه القمح والشعير والشوفان، هو نوع من الحساسية، سوء الامتصاص اللي بيسموه. إذا تناول بعض الأطفال بنسب ضئيلة لكن موجودة عنا بصير عندهم إسهالات وأعراض الإسهالات أو أعراض تطبل بطن أو اضطراب بالنمو، يمكن ما يتشخص لحتى نحن عم نشخص أنه ليش هذا الطفل قصير، بيطلع معنا أنه عنده سوء امتصاص أو حساسية الجلوتين، مادة الجلوتين. إذن تصوري مادة غذائية أثرت على نمو الطفل، ممكن بعض الأحيان تعطي أعراض صدرية، نضل نعالج على أساس تحسس قصبي بالأخير يطلع لأنه عم يأخذ الجلوتين وهو اللي عم يعمل له اضطراب بالجهاز المناعي. هالجهاز المناعي عم يختار القصبات حتى يعمل في يعني الأعراض المقاومة لهالجلوتين. إذا حتى ممكن مادة غذائية لازم تكون أعراضها هضمية، ممكن تجي بأعراض أخرى مثل ما قلت لك قصر قامة، ممكن تجي باضطرابات بالنمو، بنقص بالوزن، بنقص بعناصر الفيتامينات الموجودة بالجسم ما بتسمح لامتصاصها، فممكن يكون عنده عوز حديد ولا عوز زنك ولا عوز فيتامينات أخرى. إذن الحساسية من المادة ليست فقط من تناولها، ممكن تعطي أعراض أخرى، ممكن أتعرض لإشاعات معينة، ممكن أتعرض لشيء للتحسس الجلدي، لكن شدة الحساسية الشديدة ممكن يصير صدمة قلبية وتوقف قلب من وراء شيء جلدي. نعم. لدغة الحشرات ممكن تعمل لي نوع من الحساسية الشديدة بدخول المادة السمية على الجسم، ممكن تؤدي إلى اختلاطات خطيرة جدا، وبنعرف هالشيء من خلال الحشرات إن كانت الحشرات ولا الزوائف ولا ما شابه ذلك. الصراصير للأسف
بتعطي حساسية شديدة بالمنزل. صحيح. يعني أسباب كتير دكتور، واليوم تعرفنا على بعضها من حضرتك، بدنا نشكرك على وجودك معنا، نتمنى أكيد الشفاء للكل، وأهم شيء المراجعة للطبيب. شكرا لك. شكرا لكم، نتمنى أطفالنا نبعدهم عن الحساسية مثل ما قلت، أهم شيء تنظيف البيت من ما نستطيع منه من الدخان أكيد. وما شابه ذلك، وإن شاء الله صباحكم جميل. شكرا لك دكتور. شكرا لك، وبقيت نهار حلو. شكرا لك دكتور.